مرحبا بكم في ونسة هلالية في ضربة حرة، واكيد دائما يعني في هذه الونسة بيتونس مع بعض اللاعبين الكبار، بعض النجوم الكبار في نادي الهلال من ناحية الإدارة، من ناحية الإعلام، كل من أدلى بدلو في هذا النادي وقدم لنادي الهلال على مستوى الإبداع والتألق وكذلك العمل والجهد. ولكن يبقى اللاعب طبعا هو الأكثر جهدا لأنه سكب العرق داخل الميدان، وهو صاحب المحبة الأكبر عند الجمهور، لأنه في النهاية هو الذي يتوج أو يترجم كل المجهودات الإدارية والإعلامية داخل أرضية الميدان بإحراز الأهداف أو بتألق كبير داخل الملعب. ما اليوم واحد من الهدافين المميزين، رغم أنه لعب في الهلال فترة قصيرة موسمين فقط، لكن في هذين الموسمين كان له بصمة مميزة من خلال أهداف يعني يتذكرها الجمهور الهلالي، وهو لاعب لقب بالبلدوزر، وهو محمد موسى. مرحبا بك محمد موسى، وسعداء بوجودك معنا اليوم. مرحبا بك أخي النذير، مرحبا بالساده مشاهدين قناه الهلال، يمكن ان دي القناه الاولى زي ما بيقولوا هسي في السودان. الله يسعدك بهذه الاشاده وهذه الشهاده، واكيد يعني محبه الجمهور نعم برضه من محبه يعني لاعبي الهلال والاهداف والمباريات اللي بتعرض قناه الهلال برضه كمان للنادي، وانت واحد من نجوم هذا النادي. اكيد طبعا، وبكل جمهور الهلال يعني يمكن الهلال يعني انا مع انه لعبت في المريخ ولعبت في انديه كثيره، شهرتي ما ضربت الا لما كنت في الهلال. يا سلام. طيب يعني الفضل بيرجع لجمهور الهلال اكثر اكيد. هل ده يعتبر مقارنه بفتره من خلال المريخ؟ والله زي ما بقول فتره المريخ كان في البدايه يعني زي ما بقولوا فتره بتاعت يا داب الواحد، يعني كان الناس بتعرف محمد موسى، لكن لما جيت الهلال الناس بقت تعرف محمد موسى والبلدوزر. يعني الشهرة اكثر لقيتها في الهلال. نعم. طيب البلدوزر ده اللقب ده يعني كان في بلدوزر قبلك اللي هو طبعا الكابتن الكبير على الدين على بكر، ابن مدينه الكاملين وواحد من نجوم اللامعين في الاسماء الكاملين وفي اتحاد بورسودان، وكذلك مره بعدها الى نادي الهلال، ثم انتقل بعدها الى المريخ، كان برضه هو يعني عمل نفس العمليه. الغريبه هو قال لي انت سرقت مني الاسم بتاع البلدوزر. قال لي حتى هسه الناس بيقولوا يلقوني ما بقول لي بلدوزر، بيقول لي على الدين. يعني البلدوزر قال لي انت، يعني انا اسمي كان البلدوزر يمكن كنت مشهور به، قال لي انت جيت سرقت مني اسم البلدوزر. يعني هسه الناس بيجوا لما يلقوه في الشارع بيقول له يا على الدين كيف؟ بقول لك البلدوزر، بيقول لي انا البلدوزر. طيب سؤال مهم هنا، اللقب هو حقه فعلا ولا انت اصلا كنت لقب البلدوزر بعد جاء اللقب؟ انا اتلقبت البلدوزر في مباراه اهلي الخرطوم والخرطوم والمريخ. كنت في الاهلي وقتها؟ كنت في اهلي الخرطوم. متذكر مباراه لاعبين مع المريخ، الكوره كانت عكسيه. حارس المريخ كان الحضري، عصام الحضري. متذكر الكوره بعد اتعكست، يعني الحضري قايم معانا هيد، امير كمال، يمكن موسى الزومه كان برضه قايم هيد. يعني تخيل ثلاثه وانا واحد من الاهلي قايم معاهم هيد. ربنا وفق انه ضربت الكوره يعني والناس كلها وقعت، عرفتها الكوره يعني الناس كلها وقعت، ما زي ما يقولوا حماس الشباب. في واحد من الجمهور قال يا اخي ده بلدوزر ده ولا ده شنو ده؟ قايم بشز من ديك هاي من ديك، والاسم انطلق يعني. يعني واحد من الجمهور هو اللي اطلق هذا اللقب؟ واحد من الجمهور. نعم. فعلا الصحفيين ما شاء الله لما حين بيختفوا طوال الالقاب دي وتنزل في الجرائد وكذا. علاقتك شو مع الصحافه الرياضيه طالما اخذت لقب من الجمهور ومر الى الصحافه واصبح البلدوزر؟ علاقتك شنو مع الصحافه الرياضيه؟ والله علاقتي بالصحافه، يعني انت في كثير من اللاعبين يعني بيحتاطوا من الصحافه الرياضيه، من الصحفيين الرياضيين، بيقولوا والله الصحفيين ديل مرات الخبر بيشتلوه، مرات بيزيد الحاجه، وفي صحفيين طبعا مميزين جدا. مميزين. نذكر بعض يعني علاقه اللاعبين مع الصحفيين، علاقتك شو مع الصحفيين؟ ومنو من الصحفيين اللي اداك بوش ودفعه كبير في مسيرتك، خصوصا فترتك في الهلال يعني؟ يعني فترتي في الهلال يمكن علاقتي كانت بالصحفيين يعني ما اقول لك قويه شديد، لانه من جد الهلال الصحافه قلبت شنو؟ قلبت اكثر حاجه في يعني من جينا الهلال لقينا قناه الهلال، يعني كانت يمكن مسيطره على الحقوق بتاعت التصاريح. أيوة. انك تتكلم يعني عندك اي كلام يتكلم عن طريق القناه، صحيح كده بتكون قريب للناس اكثر من الصحافه. يعني وفي صحفي كان يمكن قريب يعني كانت القناه يعني ريحتكم من التصريحات، ريحتنا من التصريحات يعني اذا بدنا نقول والله احنا يعني عندنا يعني حتى كان يعني زي ما بيقولوا في الحاجه الحصريه، حصريه لقناه الهلال. عندك اي حاجه دارت بقناه الهلال هي بتكون صباغه دائما في منا مع اللاعبين يعني. يعني من الصحفيين الهلال يمكن كان الرشيد، يعني يمكن كان قريب لنا شديد. الشيخ علي عمر. اي يمكن كان له التحيه طبعا. اي له التحيه، يمكن كان قريب لنا يعني.
طيب يعني رجاء العمر من الصحفيين اللي تعتبر انه اداك دفعه كبيره معنويه في وجودك في 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 نادي الهلال. في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه هو انه قناه الهلال ساهمت في يعني تقليل علاقتكم مع الصحفيين الرياضيين بشكل عام، لانه كان في حقوق حصريه انه التصريح يكون عبر قناه النادي اللي هي انت جزء من النادي. كم مره زارت قناه الهلال؟ والله دائما يعني اخر مذكر اللي غالي في قناه الهلال قلت لهم معليش يعني مع انه اعتذرت للمشاهدين قلت لهم نعمل شنو بيتنا وحقتنا يعني يمكن كان في الشهر بنسهر مرتين ثلاثه يعني انا يمكن عملت لغات في قناه الهلال اكثر من 4-5 لغات مرات عملت كم مره في المبنى الجديد يعني ده اول لي بعد ما خليت الهلال اول لي مبنى تشريف في المبنى الجديد. نعم طيب طيب في رايك هل اللاعب السوداني بشكل عام قليل الظهور اعلاميا او ما بحب الظهور اعلاميا؟ والله صراحه بنلاحظها يعني الان يعني من غير مقاطعه لكلامك في الاعلام المصري يعني لما تحضر اي قناه بتاعت نادي مصري تجد يعني اللاعبين اللي بيقدموا برامج او اللاعبين اللي بيحللوا المباريات كانوا اعلاميين ما كانوا لاعبين، يعني بتحس انه هم نفسهم يتفوق على الاعلاميين نفسهم. فلماذا نحن في السودان عندنا قصور في الجزئيه دي؟ وحتى كثير من اللاعبين بيزوغوا مثلا انه الناس يلعبوا كثير جدا بضرب لون عشان يجوا معي دي بيعتذر يعني ما بيجي. يعني هسه اقول لك انا عندنا لعيب في السودان لو صحفي شال معاه قلم ورقه دار يعمل معاه لغاء يمكن اللاعب بيخاف يعني حتى لو شلت الكاميرا دارت لا 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 يعني يمكن دي حاجه ما اعرف يمكن اقول لك نابع من التربيه البيئيه بتاعتنا يعني نادر ما تلقى لك لعيبه يثبت قدام الكاميرا يتكلم كده يعني لو تلقى براوي يمكن يتكلم يكون عادي أيوة. اول ما توجه عليه الكاميرا ما يقدر يتكلم يعني مثلا زي كده مثلا اضرب لك مثلا ان شاء الله والله الحمد لله انا متعودتها يعني مثلا في لو معلش للمثل يعني في الحفلات الناس بتكون بترقص ما اخذ راحتها اول ما الكاميرا تجي الناس بتثبت ده يعني ده مثلا بضربه لك انه شبيه بشنو لاعب كره القدم في السودان تجاه الصحافه والاعلام وكده. في حين الحاجه تضيف جدا للاعب لانه ممكن يعني يوضح المشاكل عنده ممكن يعني يدي الجمهور حماس اكثر من خلال كلامه ما دي كلام من كلام نيابه عنك كذلك ايضا هي تقول لك دافع انك انت قدام بعد ما تخلص كوره ممكن تبقى محلل معلق أكيد. ممكن تبقى حياه ثانيه يعني برضه والله هو اللاعب السوداني بخاف من يعني في الظهور الاعلامي ولا يخشفناك ما عارف في التلفزيون كده مثلا حلاقتك ديك ما عارف لا يا اخي اللبسه اللي لابسها كانت ما سامع لو التيشيرت ما كان ظابط مثلا يعني لو التيشيرت ما كان ظابط يعني في حاجات يعني بجد يعني اللاعب السوداني ما بيعيش اللحظه بتاعت هنا بيشوف ما بعد اللي غاد اللي بيحصل شنو يعني التضارب بعد اللي غاد اللي بيحصل يعني يمكن يسمع كلام لو سمع كلام سمع والله اللي غاد ما شاء الله وكان والظهور ما عارف يمكن يتحمس للغايه الجاي صحيح. لكن اول ما سمع تعليق سلبي ثاني نهايه ما بيصير لك حتى لو في الجريده تكلم واحد قال لك المفروض ثاني ما بيتكلم في الجريده يعني اللاعب السوداني دائما بعين ما بعد وقع الكارثه زي ما نقول يعني اللحظه الاولى هو عادي لكن يعني ما بعد بخاف من اثار اللقاء واثار الحوار الصحفي وكذا أكيد. طيب نجي معك لتفاصيل مهمه جدا انه قبل ما اخش في تجربتك في الهلال محمد موسى يعني انا حاسدك تقريبا 8 انديه غير النادي حاليا حيدوب النهود بتسع انديه تقريبا لو قلت كوبر مثلا مرورا بما قبل الممتاز احترافك في اهلي صنعاء دي ناديين هلال الساحل ثم اهلي الخرطوم الخرطوم الوطني المريخ رابطة كوستي شط القضارف الهلال العاصمي هلال الابيض وحيدوب 11 نادي في عندك قد تكون صدق مني في بري في ما يعني في حياتنا اكيد في دولاس بيكون بيحسب لا ولسه لك لا يعني ده عدد مهول لاغلبيه اللاعبين بيجوا معي هنا بيكون لعب 3-4 انديه ماكسيما كده 5 انديه لماذا هذا العدد المهول من الانديه؟ هل محمد موسى غير مستقر في الانديه؟ حتى المريخ موسم مع الهلال موسمين يعني يمكن الهلال يكون اكثر نادي موسم ونص تخيل اكثر نادي انت هو الهلال تقريبا لماذا يعني التنقل السريع ودائما بتوقع عقد موسم واحد بس؟ والله يعني انا ممكن ذكرتها كم مره انا ما كنت بلعب في بري لعبنا في تحس انت 19 يمكن لعبت 3 سنه تحس انت 19 يعني كنا زي ما كان في الشباب بعد ما جيت لا انا انتقل لك من في الممتاز انا الوكيل بتاعي كان ابو بكر مصطفى كان هو مسؤول التعاقدات في الاتحاد السوداني نعم ابو بكر مصطفى بيقول لك دائما ما تمضى في نادي اكثر من 3 سنه اكثر من سنتين كل ما لقيت فرصه انك مضيت عقد موسم بيكون افضل والفتره دي كنت يا داب عايز يعني عايز اخد زي ما بيقول رجلي في المصطبه الاولى بتاعت كره القدم لما تلقى ناس من قدامك وتسمع منهم كلام زي ده اكيد بيثبت لك وين ايوه
ابو بكر مصطفى ده خبير في المجال خبير. يعني نعم يعني انا متذكر اول مره ابو بكر مصطفى وداني الى البورسودان موسم من سجلته الى البورسودان موسم خلاص اتطبعت عليه بقت شنو موسم جيت اهل الخرطوم موسم سنه جيت الخرطوم الوطني سنه مشيت للمريخ قعدت فيه سنه مع انه كنت ماضي سنتين لكن شاءت الظروف انه جيت راجع اهل جيت راجع الخرطوم الوطني سنه الرابطه الكوسي هذاك الرابطه الكوسي سنه الشرطه القضارف 6 شهور ما 4 شهور في الشرطه القضارف سجلت الهلال سنتين ما تمت العقد موسم ونص مشيت هلال لبيض سنه يعني في اي في اي نادي بقت يعني حاليا مع حيدوكم 6 شهور يعني بس لانه لاعبين في النخبه يعني لاعبين في النخبه توصيل ممتاز كل سنه انت طيب هل اللاعب اللي بيصل مرحله معينه من 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 الخبره او النضوج في الممتاز بيبقى زي اللاعب المقاولات والصح التعبير انه مثلا يوقع في نادي 6 شهور يوصله ممتاز او يثبته في السنتر ليج او كده بيض حقيقي موجود عند اللاعبين كثير جدا والله يقول لك كلام يعني هسي انا يمكن بيختلف من النادي انا اي نادي سجلت فيه مثلا بيكون موسم باخذ هدف قدامي يقول انا داير اطلع هدف الدوري الممتاز يعني بكون عايش تحدي مراي مع نفسي ليه لما اصل مثلا محمد موسى يكون عنده 21 هدف مع 22 ويجي فاكي يعني السنه لما انتهى انا بجي فاكي اكيد بجي فاكي من الدوري الممتاز يعني بكون الهداف ولا تحت الهداف بحاجه ومطلق الصراحه اي نادي بيحاول الحصول عليك عرفتها عشان كده دي الحاله الوحيده اللي كانت بتخليني مثلا ابدا كل سنه في نادي اما في باقي اللعيبه يمكن يقول لك ده لعيبه مقاولات كيف بيوصلوك يعني في العيوب بوصلوك لاعب تاهيلي بيتصل الممتاز بفلان وفلان وفلان يمكن معروفين عندنا يعني كاسامي كده بيعرفوا شغل الكوره يعني بيعرفوا شغل الكوره يعني هم زي 8 9 لعيبه معروفين بيمشوا فريق بيصعدوا الممتاز يعني مثلا زي الكوتش محمد طيب مورينيو مسمينه الاسانسير ليه بيستلم تيم محمد طيب التاهيلي محمد طيب مورينيو اسمه الاسانسير اسمه الاسانسير لا دور اسمه عادي اسمه الاسانسير بيمسك اي تيم في التاهيلي عنده لعيبه معينه نوعيه يمكن ما اقول لك نوعيه معينه بتاعت لعيبه بيجيبهم التيم اول 6 شهور من التاهيل التيم بيكون ضمن وصول الممتاز يمكن يعني في امثله كثيره لفرق كثيره انا ما درس كره لكن اي تيم مسك محمد طيب مورينيو صعد الممتاز صعد قطبي كوستي وصعد برضه الشوط القضائي كتار عدد من الانديه حتى الاتحاد السوداني كرب واحد من المدربين الذين ساهموا في وصول اكثر انديه للدوري الممتاز وطوالي محسن سيد شعر راسي في حدود طوالي تحيط على كابتن محسن سيد كمان برضه نذهب معك لتفاصيل اسرتك يعني انت من اسره رياضيه تحديدا مهند موسى الريده وممكن اشقاء اخرين لعبوا في الوالد ايوه هو الوالد هل هو هلالي ولا مريخابي وسعد بانتقالك للمريخ ولا الهلال ده نعرف التفاصيل دي كمان جمهور الهلال العزيز محمد موسى ده هلالي ولا مريخابي ما انت اعطيت في الهلال المريخ ومن حقك تكون واضح ان الجمهور انه كمان يعني اقول لك كلام يمكن دي حاجه يمكن الوالد الليله يمكن يزعل مني فيها ايوه الوالد من جمله من الرخابي جات فتره من 2015 ل 2018 الوالد كان هلالي لاسباب انا والريده مهند اخوي مهند الريده بقينا نلعب في الهلال وهم الرخابي يعني لو كان واحد بيلعب في الهلال وهو من الرخابي يمكن كان يكون ثابت في المريخ لكن بقينا اثنين بنلعب في الهلال وهو في المريخ من مريخابي بحت لهلالابي متعصب بحقيقه يعني ما عشان انت في ما عشان انا في هل واصل في الحموضه ولا هل والله هو واصل في الموضوع ده يعني هسه انا ما اعرفه لكن اخر مره انا خليته يعني هو كان هلالابي جميل هلالابي على فكره والوالد طبعا لاعب كوره يعني الوالد يمكن في رغبه دي كلها لعب فيها بالتحرير كان مهاجم برضه زيكم انت وهنا لا كان لاعب طرف كان بيلعب طرف وانا ذاتي بديت طرف يعني اسوه كان بالحاج لكن ابوي لعب الطرف والهداف يعني ابوي ما كان بيعكس اصلا أيوة. الطرف المهاجم يعني الطرف المهاجم زي 4 3 3 3 بيشيلها وبيخش بيدخلها ايوه قال لي ما دام انا بلعب طرف وبقيت بعيد من المرمى احسن انت تلعب مهاجم وتكون قريب من المرمى. طيب في ناس كانوا بيقولوا محمد موسى عنده بعض العيوب في 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 لعبه يعني بيقولوا انه محمد موسى ما لعب تكنيكي ما لعب مهاري من الطراز الاول لكنه لعب بوكس بوكس بالذات في الراسيات يعني لانه طبعا عندك طول القامه ما شاء الله وكذلك بيجيب ضربات الراسيه محكمه يعني رايك شنو في الكلام ده وردك عليه شنو انت كلاعب لقيته في 13 نادي ما شاء الله ده غير المحصلات ده غير المحصلات من غير ار يعني يقول المصريين يعني اقول لك كلام ايوه بيقول لك محمد موسى ما عنده مهاره انا مهاره انت عايز مني جون
انا بجيب لك الجون، انا هداف يا اسطى، انا هداف هنا بجيب لك الجون. يعني لاعبين الوسط يعني حتى اقول لك كلام، حتى هسه اللعبه اللي بقى مهاري وبقى يعني المدربين ما بحبذوا اللعب المهاري، بقى بواحد اثنين الجون. يعني انا يمكن ما عندي مهارات كده يعني، لكن بحسب. نعم طيب، دي حاجه واضحه جدا ومميزه فيك جدا انك مهاجم واستجيب اهداف. طيب لقب هداف الممتاز، هل كان كنت فتره كثيره قريب جدا من اللقب، هل احرزت من قبل؟ ما حصل. اي يعني من اقول لك كلام من 2000 من 2015 دائما بكون هداف الدوري لحد اخر لفه. أيوة. في الدوري الممتاز. أيوة. بيجي واحد الخير قصيده هي اللفه في اللفه الاخيره. يعني من 2015 اتحدى اي لاعب في السودان يكون هو ثاني الهداف في بتاع الدوري الممتاز. انا ثابت في من 2015 لحد 2019 كنت الوصيف دائما يعني. ده بعد انه خلاص شفت بتعشر خلاص الهداف. انا بتذكر احنا كل ما يكون في احصائيات التعليق الرياضي نجي مثلا الاسبوع الاول لحد التاسع عاشر كل حموز بكون مصدر. بيجي واحد بيجي واحد يعني 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 محمد عبد الرحمن خرب مني مرتين. يعني في اخر في 2018 2019 يعني يمكن بس بهدفين ثلاثه قبلي، وكان في تراوري قبلي، ويمكن كان في كلاتشي مع الشندي قبلي، وكان يعني كل انا بكون بس الثاني بكون الثاني. يعني دي الحاجه الصعبه. لكن برضه ايه معنى كلامنا، حتكون انت من ابرز هدافين الدوري الممتاز تاريخيا يعني في العشر سنوات الاخيره والعقد الاخير من زمان. اكيد قلت لك. نعم. انا اتحدى انه يكون في زول يعني جت ثاني وانا بكون قاعد وانا حاضر في الدوري الممتاز. ما في لاعب اتخطاني اللي يكون الهداف وانا بكون تحت طوالي. طيب رايك شنو في الدوري الممتاز بشكل عام، وانت واحد من اللاعبين اللي لعبت في الدوري الممتاز، وخصوصا تجربتك مع الهلال في الدوري الممتاز؟ والله يا نذير اقول لك كلام، يعني الدوري الممتاز اخره كان 2018. يعني من 2018 يعني من جائحه كورونا وصلت بكره الدوري الممتاز بقى ما غير مشاهد. يعني غير مشاهد من جائحه كورونا جات. يعني هسه لو سالت واحد في الشارع قلت له المصدر الدوري منو، احتمال ما يكون عارف. يعني قصدك ما تتابعه في الشاشه، حتى في الشاشه من الجائحه بتاعت كورونا. ما هو جائحه معناته الجمهور يدخل الملعب معي، بقت حتى ما في متابعه. بقت ما في متابعه، الناس بقت مشغوله في حياه في حياه كثيره شغلت الناس. يعني هسه اداب المنتخب بقى يرجع الناس، مباراه هلال المريخ بقت ترجع الناس. يعني هسه المباراه هلال المريخ الاخيره نسبه مشاهدتها كانت عاليه. واي زول بيقول لك دي ممكن من اللي كم سنه ورا ما في كوره كانت زي دي، بعيدا عن النتيجه. يعني المباراه كانت في المستوى يعني. طيب زيارتك للولايات في السودان مع فريق الهلال، كيف كانت هذه الزيارات؟ وابرز ما فيها من اشياء تتذكرها يعني علقه في ذهنك مع الهلال تحديدا، يعني هل يختلف عن المريخ؟ والله اكيد يا اخي اكيد، ما عشان انا هلالي وكذا، لكن زياره الهلال بيختلف عن زياره المريخ. يعني الهلال لو مشى اي ولايه بنلقى الاستقبال بيكون من المطار. من المطار حتى الفندق. يعني حتى مرات المدربين بيشكوا بيقول لك عايزين اللعيبه ترتاح، عايزين كده عايزين كده. يعني بيكون في الضجه، يعني الضجه اول مشكله الضجه ما بيعملها لك مثلا مشجع ولا كده، يعني زول بيكون مرموق، يعني زول مثلا يعني زول بيكون يعني اسم زي ما بيقول، يعني مدير كده مثلا، مدير اداري مثلا، حاجه كبيره يعني. حتى يعني بتتحرج انك مثلا ما يعني مثلا جاء واحد قال عايز محمد موسى، تلقى مثلا مدير امن ولايه كده ما في واحد يقدر يتكلم معاه يقول لا الكابتن ده كده بتنزل. يعني حتى دي كان عملت لنا مشكله مع المدربين كثير. يعني المدرب عاوز اللعيبه يكون في تركيز، عايز اللعيبه في تركيز في هدوء كده. ومع الهلال يعني متذكر زرت لي للقضارف بعد سجلت من الشرطه القضارف للهلال. ممكن كان زياره مميزه يعني، كانت لا طبيعه، يمكن دي ما تتنسي لحد الان. حاليا لتفاصيل الزياره بتاع القضارف دي خلينا نتكلم معاك عن الاحترافيه والانضباط. يعني زي ما ذكرت انه زياره الولايات تحديدا انه بيكون اكثر تعطش للفرق الكبيره للهلال مثلا، وكذلك لمشاهده هؤلاء اللاعبين اخذ صوره معاه. يعني حياتي مهمه جدا. هل انت لاعب منضبط في حياتك بشكل عام، ولا بتحب تجامل؟ في بعض اللاعبين مثلا ادوارد سادومبا لما كان في السودان ما كان بيزور شخص، ولا كان بيدخل مثلا مناسبات، ولا من النادر تشوف سادومبا في حياته. فانضباطه انعكس على اداؤه في الملعب، كان واحد من افضل المحترفين اللي مروا على السودان، عكس المحترفين كانوا بيجوا السودان بعدين يجوا بتاع بوش ويمشوا مناسبات يحضروا، فتلقاه شويه هو
تغير اداء، رغم ان هي ممكن تكون حسب التكوين الشخصي او النفسي للانسان ممكن تديه دافعيه اكثر للعطاء او عكس. كان نسمع رايك انت من الجزئيه. اقول لك كلام في الخرطوم يعني في الهلال في المريخ في كده لازم تكون منضبط لانه كل شيء محسوب عليك. اما يعني انا لما لعبت في الولايات يعني مش بقول لك ما في انضباط، لكن مجتمع الولايات انت عارفه مجتمع الولايات فيه يمكن يجي يسوقوك من المعسكر تمشي البيوت بتمشي الليلة فلان عازمك الليلة ما عارف كده يعني في الولايات ما في انضباط. أما في الخرطوم وتحديدا في هلال مريخ في الخرطوم الوطني دي الأندية فيها الانضباط في الخرطوم. غير كده انضباط للعب الكورة في الولايات حتى في الخرطوم ما عمقين صح. طيب خلينا نمشي مع مخرجنا مازن الضوء ونتابع واحدة من تفاصيل مباراة الملعوبة خارج الخرطوم في الولايات تحديدا تقريبا في عطبرة، مشاهد مباراة لمحمد موسى الضي، ونعود لاستكمال فقرة أو برنامج ونسى الهلالية في ضربة حرة. وجد نفسه في مواجهة عوض كافي، أطلق قذيفة قوية استغرب في قلب المرمى، هدف هلالي ثاني في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة الثالثة. زم محمد موسى يضيف الهدف الهلالي الثاني والهدف رقم 14 له في المسابقة والهدف الخامس له بشعار الهلال. ذهبنا لمباراة الهلال والأهلي عطبر في الممتاز، وهدف كان تمرير من شيبولا لكاريكا لحمد مصدي. وتقريبا ما لعبت في عطبر يعني من المدن ما لعبت فيها كلاعب صح؟ ما لعبت فيها كلاعب. أيوة للأمل للأهلي. للأمل للأهلي. يعني يمكن دي المباراة مذكرة. كان عندي اتفاق مع خالد بخيت، يمكن خالد بخيت من هنا بديه السلام مدرب عام منتخب. انا كنت مصاب مذكر ومشينا عطبره. قام قال لي يا احمد موسى امشي اغلب لي اهلي عطبره بديك راحه 3 يوم. قلت له كنت انا معه. قال لي تغلب لي ناس اهلي عطبره؟ قال لي انا عارفك بتلعب اغلبهم لي بديك راحه 3 يوم. مشينا فعلا في المباراه يمكن دخلت الهدف الثاني اداني راحه يومين. بعديها طوال لعبنا مع الامل عطبره. قال لي عايزك تلعب لي المباراه دي بديك راحه ثاني يومين يقول لك 5 يوم. يعني ما بالجديه كده لكن شنو تحب الراحات ولا شنو؟ ما بحب الراحات يعني كنت مصاب والله حافظك بالقروش يعني. لا كنت مصاب. قلت له خلاص يعني بغلب لك الامل عطبره وتديني راحه. قال لي خلاص يمكن مباراه الامل ما دخلت فيها جول لكن فعلا كان بعد المباراه ذكر حتى اهل عطبر دانيلو راح اهل عطبر دانيلو كنت مصاب. لما تكون مثلا يعني لاعب بيدرب خالد بخيت كواحد من يعني كبار هدافين نادي الهلال تاريخيا واحد من اسماء اللاعبين في نادي الهلال ومدرب قدير حاليا بشوط طريقه بمستوى مميز على المنتخب الوطني وكذلك قيمه لاعب زي كاريكا يكون معك في خط الهجوم واحد من اسماء اللاعبين في الهلال الكوكب كانت موجوده معك، علاقتك مع هؤلاء اللاعبين استفدت منهم شنو اخذت منهم شنو؟ من اللاعب اللي كان اقرب لك تأثيرا في خط الهجوم يعني كلماته سعادتك كمهاجم كنت ترتاح تلعب معه في خط الهجوم؟ والله انا قلتها كم مره يمكن كاريكا يعني انت بتلعب معه مرتاح يعني كاريكا من نوع يعني في انديه بتلعب مع المهاجم المهاجم هو اللي بيكون عايز يجيب الهدف. ايوه يعني يمكن كاريكا الوحيد حتى لو المرمى فاضي ولمحك يمكن يديك الباص. يعني كاريكا كنت مرتاح معه في الهلال يعني في التفاهم يعني اغلب اهدافي جبتها في الهلال يمكن كاريكا كان في عنده نسبه بتاعه 60% ولا 70% الباصات منه. برتاح اكتر مع بيشا. بيشا لانه مهاجم يعني بيشا المهاجم الخفي. يعني بيشا يمكن الكوره لو مضروبه لي فاتت مني انا بقول الكوره خلاص طلعت لانه متاكد بكون بيشا انه شنو ايوه بيشا بكون سارق الكوره ورا. ايوه يعني بيشا محل ما الكوره نزلت فعلا يعني بيعرف يجيب صح. يعني بيشا يمكن مسمينه المهاجم الخفي. يعني جات لحظات في الهلال انا كنت بقعد برا المدرب مذكر البرازيلي ما عارف اسمه منه ما مذكر سانتوس لا قبل ناس حمد طيب مورينيو كان جاء مدرب برازيلي بلعب بيشا مهاجم حتى الناس يتكلموا معه قال له بيشا ده ما بيلعب لك مهاجم صريح بيشا مهاجم خفي وما كده وما عارف لا بقى يلعب بيشا كان مهاجم حتى احنا قعدنا برا انا وكاريكا كلنا قعدنا برا بيشا بقى يلعب مهاجم مع انه بيشا خانته اصلا الاساسيه ما مهاجم صانع لعب يعني برتاح في الهلال مع بيشا وكاريكا ونزار نزار حامد تقول عنه شو؟ والله نزار حامد لو قلت لك كاريكا يمكن له في نسبه اهدافي 60% 70% نزار حامد يمكن يكون 100%
يعني نزار حامد انت اديه الكوره وامشي زي ما بيقولوا بتلقاه قدامك انت والحارس. ده نزار حامد. طيب ده داخل الميدان، خارج الميدان من اللاعب الاقرب لي؟ اقرب لاعب لي في لاعب في الميدان وفي اقرب لاعب لي السمو المرغني. ايوه السمو المرغني عشان النهود تسفي حيدور. لا لا السمو لانه كان معي في الخرطوم الوطني. كان معي في الخرطوم الوطني. يعني يمكن السمو وشرف الدين شيبوب دي الاقرب لي ناس كان في الهلال. علاقتك افضل مع السمو وشيبوب؟ مع السمو وشيبوب. مع انه كان بيقعد معي في الغرفه كان ولاد دين موسى. ولاد دين موسى دي برضه من المهاجمين الخيالي انه لما جه الهلال جاب اسم كبير لكن ما حقق النجاح المطلوب مع الهلال. هو مهاجم مميز يعني غيرته مدرب بيشيل بيكم مهاجم. اديك كلام في ولاد دين موسى. ولاد دين موسى وكاريكا كورتهم نفس الاسلوب نفس الفهم نفس يعني هسه يعني نفس يعني بنفس نفس الطريقه اللي بيلعبها كاريكا بيلعبها ولاد دين موسى. نعم انا كمدرب جيت لقيت كاريكا ولاد دين موسى اكيد حدخل كاريكا ما حلعب ولاد دين موسى. صحيح. طيب احنا بنتكلم طبعا عن عدد من النجوم الكبار في فريق الهلال، بنتكلم عن كاريكا، بنتكلم عن بشا، بنتكلم كذلك عن علاقته المميزه مع ولاد دين موسى ومع عدد من النجوم في نادي الهلال. خلينا نمشي كمان لعلاقتك مع المدربين، ذكرت خالد بخيت انه كان في بينك وبينه تواصل خاص حتى بعيد عن المحاضره بعيد عن كده بديك حافز خاص. طيب من المدربين اثر فيك اكثر في الهلال وحسيت المدرب ده والله انا ده المدرب اللي انا يعني مستمتع معه في الهلال تحديدا؟ الكوكي. نبيل الكوكي. يعني نبيل الكوكي يحببك في الكوره، يحببك في التمارين. يعني نبيل الكوكي حتى انت لو مصاب بقدر الامكان بتحاول انك تكون داخل الملعب معه في تمارينه في طريقه تعامله. ليه اختلاف شو عن المدربين؟ والله الكوكي يمكن اقول لك كلام عنده الجديه داخل الميدان والونسه والضحك والاريحيه خارج الميدان. يعني بالكوك يمكن في الميدان ما يعرفك، خارج الميدان يعني بيقول يجي يقول لك يا اخ معلش جبالك حصل كده كده وانا مفروض، لكن جوه الميدان يعني تمارينه كان متنوعه. يعني انت كل يوم بتجي بتلقى تمرين جديد، كل ما تيجي بتلقى تمرين جديد، يعني ما بكرر التمارين. والكوكي والله فقد ما اقول لك للهلال، يعني فقد للعيبه كتار لماذا يعني هو فقد الاكثر؟ يعني انت كانت عنه كمدرب قدير لكن كانوا كلامك يحس فيه حاجه انسانيه وحاجه خاصه جدا. لا والله يعني يمكن اقول لك الكوكي قريب للعيبه وبيعرف يدخلك 200 وبيعرف يطلعك 200 وبيعرف يريحك 200 وبيعرف يضغطك 200. يعني يمكن انا حتى لو تكلمت عنه كلام كده ما اقدر اجيبه كل حقه. اضاف لك شنو طيب انت شخصيا؟ الكوكي اضاف لي انه ما يعني ده الكلام اللي بيقوله الكوكي انه ما شايف مهاجم كان في السودان غير محمد موسى. طيب الناس بيقول لك انت لعب اساسي، بيقول لك لا محمد موسى يكون جنبي لما احتاج ليه ادخله. الكوكي كل ما اكون قاعد جنبه اول ما اخش بجيب له هدف. اول ما اخش يعني الكوكي مين بيقول لك زمن وجاء، يعني في مذكر جمهور بيكون ورا الكوكي خلاص زمن يعني زمني انا جاء مذكر الدقيقه 70 دائما الدقيقة 70 انا بخش. اول ما اخش بجيب للكوكي كان هدف في فترة الكوكي. يعني المدرب بقايلك في الاحتياط وبطمنك انت في الاحتياط، بحسك انك انت الملك في الاحتياط. اكيد بتكون قاعد وانت مرتاح. نعم عارف انت بتخش بتحسم له المباراة. طيب في كلام مهم جدا يعني قالوا عنك كروجر المريخ، وتخيلين الحياة دي الحياة السبت او كانت من الحياة الخطيرة جدا في شطك المريخ، لانه انت لما كروجر قال كلام وسافر لما جاء راجع ما لقى البلدوزر. صح الجزئيه مهمه جدا، حتى كان كثير من الصحفيين المريخيين بيتكلموا عنها بعلاقتك بكروجر او رؤيه كروجر فيك. كروجر يا نذير قبل ما يسافر يمكن كروجر كان بيتحدى بيه الصحافه المريخيه ما تدخل محمد موسى ما تلعبه، كروجر بلعبني. يعني يمكن كان بخلي ناس كلاتشي بخلي اولافيه سليمان بخليهم في الكنبه معترفين تقال كروجر بلعب محمد موسى. قبل ما يجي ماشي قال لي انا حخليك اللاعب الاول في السودان. اداني نوعيه بتاع التمارين معينه، قال لي اتمرنا حتى متذكر نادى ابراهوم الكوتشي كان مساعد المدرب ابراهوم. قال له محمد موسى ده انا اديته كده كده كده، ومع انه الناس كانت في الراحه عايز يطبق لي التمارين دي. يعني حتى انا كنت باجي النادي اللعيبه كان في الراحه في بيوتهم في الفتره بتاعت توقف الدوري توقف موسم يعني اي انا كنت باجي النادي وبتمرن والحوض والصاله. انا ما كنت بالحجم ده لكن دي الصاله والما عارف شنو يعني
خدت حاجات معينه كروجر وحتى كان متواصل معي متواصل معي في النت متواصل معي كان في النت انت عارف كان بيرسل لي المذكره دي حد برضه ما بنسى بنزل كلام في الترجمه بترجم اقرا كلام برسل له كده يعني كان بترجم كلام يعني كانوا بترجم لي وانا يعني انا بترجم وبقوم برد له بترجم كده وبرد له جاء من المانيا اتفاجئ بشنو انك مشطوب انه مشطوب اما انا مشطوب كان اعاره لخرطوم الوطني للخرطوم الوطني حتى كانت مذكرة عمل مشاكل والله يعني يمكن جات مع الإدارة وزعل زعل وحتى قال لهم كان ما بيستمر وكده يعني بس الحمد لله وديني كلام صحيح بعدك جيت تاني وجيت الهلال وتعلقت في الهلال وفترة جيدة طيب تعلقك في شرطة القضارف هو كان مدخلك للوصول للهلال وستة شهور كانت يعني استثنائية نزل حمد موسى وعلى فيها اسم البلدوزر كما يقول المعلقين بلدوزر بلدوزر وجيت الهلال فترة الشرطة القضارف دي خليني بدرو فترة يعني هي المحطة الأهم لك للدخول الهلال مشيت الشرطة القضارف كنت متواصل مع الكوتش لطفي السليمي يعني يمكن كان الكوتش مدربين كبار قديم جدا في السودان جيت متذكر ما هو طبعا دربني في أهل الخرطوم وهو اللي وصلني كان المريخ ومتواصلين فيسبوك واتساب كل شيء متواصلين يعني حتى هو في تونس متذكر كان تواصل معي قال لي احمد موسى انت حاليا وين قلت له انا في الرابطه كوستي مطلق الصراحه وكده قام قال لي احمد موسى امضى تيم صاعد يا داف في الدوري الممتاز والله ده كلامه لحد هسه ما انساه لطفي السليمي من هنا له التحيه انت تسمع قاعد تسمع صحيح الناس الثانيين لانه ناس قدامنا وبيعرفوا قال لي يعني النصيحه جايك قال لي العب في تيم جايين حمزة جايين في الكلام جاي جايك المنتزه يعني تبقى مشكله قال لي يا اخي سجل في تيم يكون يا داب صاعد للدوري الممتاز جميل قال بقيت افتش في الاتيام صاعد للدوري الممتاز يا داب يعني متذكر لقيت الشرطه القضارف ما اعرف اهلي عطبره قال لي كده ثاني في فريق متذكر قلت كده كوتسي لطفي السليمي عايز تضيعنا ولا شنو يعني بقيت اتكلم كده برايي مع نفسي فجأة اتصل علي العميد كمبال هسي هسي بكو هسي هسي هوليوة رئيس نادي شرطة القضارف قال لي احمد موسى يا اخي عايزك تقابلني ونقعد كده انت وين؟ قال لي احنا شرطة القضارف انا قلت الكوتش ده ضرب لي ناس القضارف اللي اضرب لحمد موسى مشيت قابلته متذكر حتى قعدت معاه تونس معاه وقال لي طبعا احنا مدربنا محمد طيب مورينيو وقبل ما نتصل عليك سجلنا ايمن باشري ابو 20 قلب الدفاع كان ابو 20 على ابو 20 من المريخ الوك الوك برضه كان جاي من المريخ عندهم دين عندهم صلاح عصمت عندهم يعني كانت لعيبه سيكا عبد الرؤوف سيكا التيم يعني لما يديك الاسامي كده يعني هو ذاته هو ذاته وانا يمكن من هنا اقول له يعني بلغتنا نحن يمكن رئيس مفتح صح اداني اللعيبه بتاعينه سجلهم طمنك انك طم اي اي يعني عشان كده فلاح عيد برضه كان معاهم ايوه فلاح قلت له خلاص تمام قلت له يا ريس انا لو سجلت معاكم الفاهم شنو؟ قال لي دارين نثبت في الممتاز بس مجرد ثبوت نثبت بعد كده نشوف اللي بيحصل شنو؟ المدرب من احمد طيب مورينيو وانا عارف اصلا ماخذ خلفيه عن احمد طيب مورينيو قعدنا في المذاكر في الاتفاق كم بكم تسجل بكم حتى مذكر قلت له سعر قال لي يا اخي انت معقول انت سايق كوريلا تديك سعر كده يعني بهزار يعني لقيته يمكن شخصيه كانت يعني ما الله يديه الصحه والعافيه من هنا وبقول له ربنا يديك الصحه والعافيه من طوالي مضيت الشرطه القضارف كانت لي تحدي يعني جيت لقيت التيم جاهز تيم ما تيم بتاع صاعد انه يا داب الدوري الممتاز تيم عايز يعمل حاجه في الدوري الممتاز ما على انه يثبت تيم عايز يعمل حاجه في الدوري الممتاز وفعلا اول انا لحد ما سجلت الهلال وانا من الشرطه القضارف لحد ما سجلت الهلال العاصمي ما في تيم غلبني في الشرطه القضارف دائما غالب لا هلال لا مريخ لا خرطوم وطني لا اهلي شندي يعني انا سبت الشرطه القضارف وشرطه القضارف ثالث الدوري الممتاز وانت هداف الممتاز وانا هداف الممتاز يعني يمكن دي فتره استثنائيه الخلايا استثنائيه شنو؟ جمهور القضارف انت ما جيت بدري الاستاد ما بتشوف الجون الاول زي ما بيقولوا
كان جمهورهم متعطش طبعا. جمهور متعطش. بعدين ذواق يعني ذو سعد لهم التحية كمان. ذواق يعني من هنا. يعني أنت تخيل لما استاد كامل غنى لك محمد موسى البلدوزر وما يعني يمكن تكسر الاستاد عديل صح ولا ما صح؟ أيوة. يعني استاد كامل بغني لك بغلب ليه؟ استاد كامل بغني لمصر ابو 20 بغني لايمن باشري بغني لي كده بديك حماس صحيح. يعني مشروطه القضارف الجمهور غير عن اي نادي عن اي نادي يعني كنت تدي غير جمهور الهلال طبعا غير جمهور الهلال والمريخ ايوه اكثر جمهور كنت يعني داك في الانديه الاخرى الشرطه القضارف جمهور القضارف الشرطه القضارف يعني قلت لك مثلا الشرطه القضارف انت ما جيت بدري ما بتحضر الجون الاول يعني كنا بنجيب الجون زي ما بيقولوا بدري ايوه يعني دي ادتنا دافع كيف بجمهورنا بهنا انت عارف احنا بنمشي نغلب في الولايات كيف لانه جمهورنا بيمشي معانا ترحل معه ترحل معه ما النادي اللي بيأجر الباصات لا رابطه المشجعين هم اللي بيأجروا الباصات وبيأجروا يعني تخيل من 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 القضارف للفاجر جمهور يمشي معك للفاجر من القضارف للفاجر عشان كده انا من يعني شرطه القضارف ما في تيم غلبني طيب ما بين جمهور الهلال وجمهور المريخ نزل حامد موسى بالنسبه لك طبعا الهلال الهلال طيب لماذا الهلال يعني الالترس بهنا ورا العراضه في ما مذكر سموه كارفانور بهنا في واحدين بيكونوا بالدرات المركزيه مثلا ديل بيشجع محمد موسى يعني انا ما عارف ديل بيشجع محمد موسى والله انا بكون برا النذير بيكونوا بدقوا دلاليكم وبتاع البلدوزر ما دخل البلدوزر كده مع انه والله ما بعرف في مزول ولا عندي بهم علاقه لكن بشجع محمد موسى محبه لاداءك الهجومي يعني اكيد ايوه طيب جميل جدا اكثر نادي من انديه الاتلاء غير هلال المريخ بيكون احب نادي بالنسبه لك ما دي حاجه خاصه بك عمل قلبي خرطوم الوطني لماذا خرطوم الوطني انت عارف الخرطوم الوطني انا سجلت فيه مرتين جيت مضيت معهم سنه مشيت اهل الخرطوم ومشيت المريخ جيت راجع تاني الخرطوم الوطني نادي اقول لك كيف نادي اسري نادي بدون جمهور نادي لعيبه واداريين بس بتلعب الكوره وانت مرتاح ما في نفرين برا بكوركوليك مثلا يعني كده على الرغم انه عنده عدد من الجماهير بيحضر عدد يعني نادي اسري يعني نادي متحمسين جدا ناس معينين أيوة. ناس معينين غلبته بتفرح ديل بس اتغلبته بيزعلوا ليك ديل بس يعني تعال امسك هلال مريخ انت الليله غلبته بتفرح السودان كله خاصه في الهلال انت غلبته بتفرح السودان كله اتغلبته السودان كله بيكون زعلان منك صح ولا ما صح صحيح يعني تطلع اي حته انت يا كابتن ما عارف من امبارح لكن في الخرطوم لكن في الخرطوم الوطني النادي بتلعب كورتك وانت مرتاح مرتاح انت مرتاح في اريحيه شكل النادي مقدم بيكون دائما موجود في الكونفدراليه يعني أكيد. ما عليه اكيد ما عليه ضغوطات طيب سؤال بعد مباراه القمه كيف يواجه حمد موسى الجمهور عند الهزيمه وعند الانتصار فريق فريق اقول لك كلام شفته عند الهزيمه ايوه تقعد في البيت ما تطلع يعني ممكن واحد عادي يضربك ما بضربك لكن بتسمع كلام ما بريحك ما بريحك انتوا مواسير انتوا اصلا كعبين ولو ما الهلال ده ما عارف بيسجلوكم انتوا ما عارف كده كده يعني بقول لك كلام يعني انت لعبت في الهلال هلال مريخ ولا في الهلال بس تمشي في اي في الشارع عايزه اللي بيعرفك يخدموا فلان طوالي بيجيك انتوا امبارح عملتوا كده وعملتوا كده لكن طبعا في فريق لما تجي انت غالب والله النذير يمكن توقف العربيه في الهلال يمكن تمشي برجلينك بتسلم في الشارع بتكون مبسوط نفسيات الدار يتصور معاك الدار ما عارف شنو في حاجات بتجي خشيت مطعم بتخشيت في ظروف بتجي يعني كده الاحساس تاعها مختلف جميل جدا طيب مباراه القمه لقيتها يعني في الطرفين يعني في الطرفين في الهلال وخاصه انك ذكرت انك هلالي يعني اصلا بيكون طبعا طعمه مختلف وهذا استهدف المريخ تكلم عن تجربتك مع مباراه القمه مع الهلال يعني مع الهلال لاعبين ابطال اول مباراه لعب في الابطال مع المجموعات في المجموعات المباراه دي كان فيها تحدي خاص انا سجلت الليله الهلال العاصمي بكره لعب ضد المريخ وابطال وابطال يعني سجلت الليله وكان فيها تحدي خاص مع الرئيس اشرف يعني قال لي لو سجلتك الليله مع انه ما قدرت اذكر الكلام ده لكن قول قول ما هي حاجه صعبه يعني ايوه حاجه فارقه قال لي شنو الكاردينال في قال لي بتغلب لي النازل يعني انا يعني تخيل هذا بقدر اتفق مع الرئيس اداره وقع
وكنت طلبت مثلا سعر يعني في معين. في ناس بيقول لي لا لا سعرك ده احنا بنديك له وكده. طلبت كم ودوك كم يا حموزه؟ اي زبعي يقول دي بديك لنا في الكواليس لكن يا عم تمام شوف والله غيرت الكوريلا اكيد طبعا اكيد طبعا يعني لما قعدت مع اشرف قال لي يا اخي ما انا ما قعدت معه كان مباشر ايوه هو كان ماخذ زاويه كده وانا بتكلم مع اداريين معينين لكن هو موجود هو موجود وكان مشغول بالتليفون كان عنده مكالمه عنده حاجه كده انا بقيت اتغالط مع ديل يعني. طلبت سعر معين انت طلبت سعر معين ودير خدت له سعر معين كان انا قلت له لا والله ما بينفع لا كده ما بينفع كده ما بينفع حتى الزول اللي كان متفاوض معي قلت له معلش يا اخي انا ضرب لي اشرف ايوه خلي الرئيس يتفاهم معي تقيل يا اخي اي مش كده يعني نادين وذكر اشرف اتلفت علي ايوه قال لي اتفاهم مع الناس يا الريده أيوة. الريده قصده منه اخوي الصغير مهند يعني. اي مهند أيوة. قلت له يا رئيس يا اخي انا محمد موسى البلدوز ما الريده أيوة. يعني بقى يضحك كده أيوة. بتاع ايوه ما وصلنا لتفاهم مع ديل قلت له يا اخوانا يا اخي انا اتصل عليه اشرف ونتكلم مع الرئيس أيوة. اول كلمه قال لي بتغلب لي النازل كده قلت له ابشر يا رئيس ان شاء الله قال لي عندك القوم بكده بكم كان القوم خليه اتفاهم بكم عقدك القوم كان بكم القوم كان ب50 جبت جول في كرة لا ما جبته انتهى التعادل انا ملكو كده خلني اخر 10 دقائق دخل مساوي تسخرت لو لاحظت ما دخلني بال 80 لو لاحظت الكوره لو عرضتها كان لو عرضتها للناس يمكن في الكوره دي انا شايت شوطه يمكن الناس بتفتش في الكوره ما لقيتها يعني لحد شوت كوره ودقيت كوره ما يعني شوت ثلاث شوطات الحكمناها الكوره ابدك ابد ما دي القصه بتاعت انه تسجيل كان كيف وسجلته وكيف اتفقت مع وقعتها يعني اتفقت وقعتها جات المباراه الثانيه طوالي في استاد المريخ مباراه انتهت كان التعادل في للذهاب الاياب طوالي الاياب كان في استاد المريخ كنت مصاب برضو مع انه والله يعني الرئيس اشرف مني بقول له كل سنه وانت طيب يعني بجد رئيس اتصل عليه قال لي انت عارفك انا انت معوق اديني المدرب اديني الدكتور مهند الدكتور زول ده بحصل قال له زول ده معوق كده كده قال له يا دكتور تحصل لي محمد موسى ده مباراه المريخ بحفزك للدكتور انا والله يا نذير انا دكتور مهند شغال معي شغل يعني انا اليوم كله علاج صاله علاج جلسات ما عارف حصلت المباراه بقيت شفيت من الاصابه يعني يمكن شفيت بنسبه 80% جميل جات المباراه الكوتش قال لي انا حقاعدك جميل الشوط الثاني في العاده دقيقه 70 ايوه قعدتها لا واللذيذه ايوه لما جينا داخلين طبعا جمهور المريخ كان خايف مني لانه كنت جايب جون في النجم الساحلي وما عارف شنو كده ايوه الناس والجرايد وطالع انه محمد موسى ما لعب المباراه لانه مصاب لما جينا داخلين الاستاد بتاع المريخ بالنفق يعني جمهور المريخ لما شافني بقى شنو في الاحتياط سابق يعني لا رجينا داخلين جمهور المريخ بقى يعني مش ينبز يعني بقى يهتفوا ضدي ايوه انا مشيت قعدتها صفرت الاستهجان يعني استهجان وانت ما قلت معوق وده بيتعوق ده كده يعني مشيت قعدتها برا متذكر محمد عبد الرحمن كان بيلعب في المريخ جا فينا الهدفين انا من دخلت الكوره كانت 2-0 جا محمد عبد الرحمن الكوتش لما قال لي قوم سخن وبتاع الدكتور كان جايب لي لباسه للعضله يعني قمت قلت له يا اخي والله ذاتها ما مستاهله قال لي لا والله اللي تلبسها قلت له لا ما مستاهله شلت اللي هنا جدعته وخشيت المباراه انت زعلان من الغلب اي زعلان من الغلب هدفين 2-0 يعني حتى من غير الحاجة من غير بيساعدك عينك تقاوم الاصابه يعني ايوه قلعته قلت له والله ما محتاجه خشيت وربنا وفقني دخلت شنو الهدف الاول والزمن ما ازعف يعني كنت تلحق التعادل انه نلحق التعادل يعني يمكن دي المباراه كانت الثانيه لي الدقيقه 50 لا ديك ما كان في المباراه الاولى طيب حموزة احنا عندك كمان ذكرت انه مباراه النجم الساحلي دي احد المباريات المهمه جدا كمان برضه وعندك في هدف تاريخي يعني الناس ما ينسوه خلينا نتكلم عن المباراه كمان برضه يعني مباراه ضد النجم الساحلي ما ادري ارجع اقول لك انه عندي زمن معين كان مدخلني في الكوكي قاعدين برا في الكنب جنبي ولا الدين موسى يعني دائما بيتكلم معي بيقول لي قلت له احنا ولد الدين الكوره دي لو ماشي في تعادل كده الكوتش ما بدخلنا يعني انا متذكر وهو قاعد جنبي بنحضر في الكوره ليه بدخلك
ما شاف تعادل لانه عنده تكتيك معين في يعني يمكن عايز يطلع باقل خسائر في يعني لانه ممكن انت برا اضمن لك تعادل لانه النجم الساحلي عندنا مباراه طيب بينا ماشيين الكوره تعادل 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 فجاه النجم الساحلي جاء فينا هدف النجم الساحلي دخل فينا هدف انا طوالي بقيت اربط شنو في الشنكار في الشنكار وفي طيب خلينا نجي معك هنا نشوف ذكر المعلق الكبير والشهير حافظ دراج الجزائري طبعا واحد من شيوخ المعلقين في العالم العربي انه اصرار كبير من اللاعب احمد موسى اذا ذكر احمد موسى ذكر احمد موسى ذكر احمد موسى لكن هو زي ما ذكرت زي الحامد هو اداك الباص بعدين اذكر انه كانت تعليقات من بعض الجماهير او المدربين في حديث الرياضيين في ذاك الوقت انه احمد موسى بيمتلك تكنيك على عكس ما يقال يعني انه الجون فيه مهاره تكنيكيه عاليه اكيد ما انت عارف هو دائما عندنا في السودان هنا اي زول بنظر اي زول عنده طريقه يعني بعين الله بعين بال لمنظور الحاجه يعني اسئله لاحظت انا الباصات الكره اللي نزار وانا اللي اديت نفسي خانه يعني يمكن فك سبرنتي صعب انا اللي فتحت السبرنت انا لانه تعرف الحاجه لما يكون فيها دافع بتكون سمحه يعني 1-0 وانا دخلت ومقتنع انه الكوتش عارف لو دخل محمد موسى بيجيب له الدرون لانه في مباريات كثيره ما اثبتت له كده اول ما متذكر النجم الساحلي خطى فينا الهدف طوالي قال لي قوم سخن قال لي وتعال لي ها كده هو دي حاجه بيناتنا تعال تهي معايا يعني اي وتعال لي يعني هو مقتنع بيه كده لعبت الباص وانا برضو اقول لك كلام برضو الزمن كان ما مزعف يعني مباراه النجم الساحلي لو حتى الناس خشت اليوتيوب وحضرتها انا يمكن اللي عندي اكثر من ثلاثه المفروض ادخل جونين فيها مع انه برضو كان مشكله شنو الزمن الزمن يعني بخش برضو في زمن لو لقيت كان فرصه اكتر يعني دقيقه 60 كويسه 50 كده كويسه يعني النجم الساحلي المباراه والله كانت من اجمل المباريات وحتى الجمهور يعني اول حاجه كان في رمضان نعم اول حاجه كان في رمضان زائدا كده ناس ما توقع الجوز انه الهلال يتعادل مع النجم الساحلي ذاك الوقت ما عارف يعني لانه نجم الساحلي المباراه اللي قبلينا غالب في رفياو 6 صحيح ولا كم ما عارف مذكره تخوف النجم الساحلي يعني المجموعه كانت انه بيقول لك النجم يسلم المجموعه دي منتهيه يعني اول مباراه اللي جينا كشفناها عرفنا انه يعني المباراه كلها متذكر المعترف المعانا كان في الهلال اسمه منه دخل هدف الحكم نقضه الشوط الاول عزيز شيبولا لا ما شيبولا وتارا ما هو تارا كان مهاجم ولا كان شنو مهاجم دخل الهدف الحكم نقضه يمكن نزار برضه دخل هدف الحكم نقضه كان برضه هذا التحكيم كان في اي يعني كان فيه ميول اكثر زائدا كده التوانسه دائما بيملوا لك الميدان مويه عرفتها يعني انت ما بتمشي محتاط بحزيه بتاعت هنا بيملوا لك الميدان مويه يعني من غير مطر بيملوا من غير مطر دي حاجه معروف من غير مطر بيملوا لك مويه يعني اصل الميدان كان مليان مويه طيب في المجموعه دي كان في المريخ والهلال وبريفيار وموزمبيق ونجم الساحلي ونجم الساحلي وصعد النجم الساحلي لانه الدوري في السودان كان اتجمد ايوه الدوري السوداني ليه الهلال ما كان في حسب رايك انت كان ممكن يعني يكون واحد من المرشحين للصعود مع النجم الساحلي في المجموعه دي انت عارف ان احنا ما عندنا كان مباراه في ريفيا وهنا في الريت عندنا في في في, في السودان درمان. في مدرمان حصلت كان مشكله الربكه بتاعت ما عارف المهم انه الدوري كان في السودان اتجمد يعني حتى صعد في ريفيا والنجم الساحلي صحيح للمريخ للهلال لانه اصلا كان في مشكله خليه في الاتحاد اذكر صح جمدوا الهلال والمريخ لانه كان في السودان يعني كان ممكن يصل الهلال اكيد مع النجم الساحلي اكيد نعم طيب كثير من الاسئله ممكن تكون يعني في ذهن المقدم او حتى في ذهن الجمهور المشاهد لهذه الحلقه لكن كمان برضو في اسئله مهمه جدا صراحه نفسها عن انه مثلا احترافك قبل الوصول الى الممتاز يعني دي حاجه نادره جدا دائما اللاعب يصل ممكن يصل حتى القمه حتى ذاك يحترف صح خليك من الدوري الممتاز انت احترفت قبل الدوري الممتاز وتحديدا في بلد يمكن يكون عزيز عليه جدا يعني أكيد. في اليمن أكيد. انا مواليد اليمن طبعا في اهلي صنعاء وهو طبعا النادي الافضل في اليمن افضل نادي في اليمن فوز بالدوري وكذا تجربتك الاحترافيه في اهلي صنعاء وكانت تقريبا برضه موسم واحد يعني نتكلم عنها شويه كنت بلعب في كوبر من في وكيل لاعبين اسمه عاطف خيري من ما حصلنا صدفه انه جه حضر لنا مباراتنا في سنتر ليج في استاد الخرطوم ومذكر
انا خشيت الشوط الثاني وانا كنت في نادي كوبر اول لي 6 شهور في نادي كوبر وانا جاي من بري كنت حماس الشباب وتلك الكره يا طالعه من برا وانا داب داي داخل من شوطه دقت في العراده ورجعت وثاني شوطه دخلت كده. بعد المباراه انتهت عاطف خيري جاني قال لي يا كابتن سلام عليكم. وعليكم السلام. انا عرفني على نفسه انا وكيل كده 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 وعايز اوديك اليمن. قلت له طوالي يعني ما في اي مشكله. ما كان في فكره بتاعت اعتراف وكده لانه قلت شايفه حاجه لسه بعيده. وانا كنت بلعب درجه اولى. فعلا في اسبوع خلص لي الاجراءات. الاسبوع الثاني جاب لي التذاكر والسفر. يعني انا كنت زي الخيال خيال زي الخيال يعني ما كنت اخذت سفر وطيران وما عارف وكده ما والدوري كان في السودان شغال لكن انا كنت مسجل هاوي في 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 كوبر. نادي كوبر يعني في اي لحظه يمكن كان اطلع. سجلت مشيت اليمن سجلت اهل صنعاء. والله يا نذير انا الاستقبال اللي لقيته انا ما افتكر الاستقبال ده ليه. اليمني استقبلوك؟ استقبلني في المطار. انا ما كنت اخذت الاستقبال ده ليه. يعني زي كرتشه من جسد عليك نور. والله انا الاستقبال اللي لقيته يعني استغربته. يعني الناس والزول ورافعني فوق والعربيه وكده. يعني متذكر مشينا الفندق عاطف قال لي حاول ارتاح شويه عشان نمضي العقد بعدين وكده. والله العقد بيمضوا كيف وبكم وكده انا ما عارف. جاني الصباح مشينا النادي طبعا الانديه في اليمن انت ما مولود هناك وعشت بيكون مبنى كامل يعني ما زينا مبنى بيكون الناس شغالين المدير البتاع السكرتاري في تطور اداري في تطور اي يعني النادي بيكون مبنى عادي زي الشركه. مشينا وقعدنا معهم وتذكر العقد بتاعي كان ب 12000 دولار 12000 دولار بالدولار ما بالريال عليك كما كان نعم لكن كانت عاليه هناك لكن هنا في السودان كانت ولا شيء لانه كان اقتصادنا عالي اقتصادنا كان قوي الناس كانت كان لحد هسه الواحد بيلعب. طيب حموزه تقول شنو لجمهور الهلال في قناه الهلال وانت في خواتيم هذا اللقاء تلمسنا فيه اضاءه في طريقك ومشوارك خصوصا مع نادي الهلال. والله جمهور الهلال مهما تكلمت فيه ومهما قلت يعني جمهور الهلال اداني مش بقول لك الزول ده ادو حقه اكتر بزياده جمهور الهلال اداني حقي وزاد عليه وبشكرهم والله وبقول لهم ربنا يديكم الصحه والعافيه ولقناه الهلال حقتنا وبيتنا بنجي في اي لحظه يعني عادي الناس تفتح تلقانا وربنا زي ما بيقولوا يمشي الهلال في يعني في جمهور كثير عايز الهلال ده ما كده لسه في حتات كثيره الناس رجاء انه الهلال تصلى والله يديكم الصحه والعافيه والله يديك الصحه والعافيه نذير. تسلم حموس العافيه نجم الهلال السابق واحد من الهدافين المميزين في تاريخ الدوري الممتاز كان معنا في هذه الونسه الهلاليه الخفيفه الظل وتمنى له التوفيق في مشواره كمان كلاعب حاليا مع حيدوب النهود وفي مشواره القادم. تواصل معكم في ضربه حره بعد فاصل قصير حدث وحديث باذن الله مع واحد من المدربين ومحللي الدوري السوداني الممتاز.